أنا أقيم في مدينة كراكوف في بولندا. نحن نجهل أوقات الصلاة هنا، فكيف نعمل أو نقدر أوقات الصلوات لكي نؤدي فروضنا في أوقاتها؟ وربما قد يكون حدث منا أن صلينا بعض الصلوات في غير أوقاتها، فما الحكم في هذا؟ الله سبحانه وتعالى حدد مواقيت الصلاة وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وهي حدود واضحة يعرفها العامي والمتعلم والحضري والأعرابي وكل مسلم، ذلك بأن وقت طلوع الفجر وقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر، ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، أي إذا ساوى ظل الشيء الشاخص ذلك الشاخص، فهنا يبدأ وقت العصر. ووقت المغرب واضح بغروب الشمس، ووقت العشاء الآخر بمغيب الشفق الأحمر، هي مواقيت واضحة وتعرف، والواجب على المسلم أن يتقيد بها، بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت للمسلمين بقوله وبفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في مواقيت معينة تؤدى فيها. في أي مكان يكون الإنسان فإنه يجب أن يؤدي الصلاة في هذه المواقيت الواضحة التي بينها الله ورسوله للمسلمين. الواجب عليكم أن تتقيدوا بالمواقيت، وأن لا تقدموا الصلاة على وقتها أو تؤخروها عن وقتها، وأن تجتهدوا في معرفة ذلك في البلد الذي أنتم فيه بمراقبة الشمس ومعرفة طلوع الفجر وطلوع وزوال الشمس ومراقبة وقت العصر ومراقبة غروب الشمس ومغيب الشفق، أن تهتموا بذلك وتراقبوه، وأن تسألوا من عنده الخبرة في ذلك من أهل الحساب في ذلك البلد، وأن تجتهدوا. والله سبحانه وتعالى يعين المسلم إذا اهتم بأمر دينه. هذا التوقيت الذي تفضلتم بتفصيله ويعتمد على الشمس، لكن بعض الأماكن قد لا ترى الشمس فيها في أكثر أو في أغلب الأوقات، فهل هناك وسيلة أخرى يعني لمعرفة توقيت الصلوات أو أوقاتها؟ يجتهدون في ذلك. يجتهدون في ذلك ويقدرون حسب ما يؤدي إليه اجتهادهم، وبسؤال أهل الخبرة أيضا. بسؤال ممكن. بسؤال أهل الخبرة وبسؤال أهل العلم الذين في بلدهم أو حولهم. أحسن الله إليكم.